من سابو كاملين يجيو ياكلوا هنا يشربوا هنا. حنا كنا كل شيء ممكن تسوليهم كلهم عارفين، كلهم عارفين ما كانش يطيب في دارو، ما كانش عنده شي ضيف كيجي ياكل هنا، عنده شي حفل ولا شي حاجه كيجي يديروه هنا، كل شيء كيديروه هنا. ولادو كبرتهم هي هنا، اختو هذه هي اللي كبرت ولادو، هي وخمو هي اللي كبرت ولاد. واش واحد ما فكرش في اختو عاد غيفكر في نسيبو؟ قولي لي واش غيفكر في نسيبو؟ وعنده واحد خوه مريض في الليح وليحو عند نسيبو. لو كان كانت فيه الانسان يميلوخش خوه، يخليه في دارو ويحطوه في دارو ويقابله هو، مش يجيبو عند نسيبو اللي يقابله. هذا فيه شي انسانيه. وعنده الفلوس صاحبي بضل ما يكون شي واحد محتاج باغي دارو نقولو مسكين راه محتاج راه معذور، وعطيه واحد القدر ديال الفلوس، عطيه غير داك الفلوس اللي عطاك، عطيه غير الفلوس اللي عطاك. وفيما كيجمع شي جوج المليون ولا 4 مليون كيعطيها لك، عطيه غير داك الفلوس اللي عطاك. كان شحال هادي فاش كان باه باقي حي، مشى عنده خمو اللي قال لي باش تكاتب معايا، قال لي باه الله يرحمه، قال لي بات نسيبه، قال لي ولدي ما تخافش راه ما غاديش ولدي يخونك، ولا هو خانك ما هو ولدي لا في الدنيا ولا في الاخره، خلى تا والديه وناض ليهم. اشنو هي هادي؟ قولي لي هاد الفنان فين غيمشي؟ هاد الفنان مع عباد الله راه ما عنده حتى شي حال، ما عنده شعريه قاره، ما عنده شي 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 مشروع كيعيش منه، ما عنده حتى شي حاجه، فين غيمشي؟ قولي لي فين غيمشي؟ انت عارفه وضعيه الفنان كي دايره في المغرب، راه والو والو، عندنا الله تبارك وتعالى ما عندنا حتى شي حال، خدمنا كنتخلصوا، ما خدمناش ما كنتخلصوش. كتبقى تسناي تجيك الخدمه، وديتي دابا تلا جاتك شي خدمه ما تقدريش انك تقوليها شحال غادي نخدم شحال غادي نخدم، حيت طلبتي شي ثمن ما كيعيطوش لك، كيعيطوا لشي واحد اقل منك وباش يخلصوه اقل منك. يعني دابا ولينا كنضطروا نخدموا بداك الثمن اللي كيقولوا لنا هما كنخدموا به، ما عندناش الخيار، ما عندناش فين غنمشيو. اليوم تسولي بزاف ديال الفنانين وقع لهم بحال هكا، راه انا براسي وقع لي بحال هكا، غدات انا وبعد غدين وقع لي بحال خمول. انا راه ساكنه في دار الوراثه، كل نهار باغي خوتي كلهم ساكتين الا واحد اختي بوحده اللي منوضه العافيه هي اللي باغا تبيع وباغا. انا خدامه كنصور وجات هي وبنتها وفرعوا الدار ودخلوا. فين هو حقوق الفنان؟ قولي لي فين هو حقوق الفنان؟ فين هو؟ ما كاينش. عندنا الله، من بعد الله ما عندنا والو. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.